شعبان مرزقاني. هذا مرزقان. شعبان مرزقان. هذا شعبان مرزقان. حلو. شوفوا صوره. أكيد ما دخل قائمة حفيظ دراجة إلا إنه شيء كبير جدا ليكون في أفضل تشكيلة تاريخية بالنسبة لأستاذ حفيظ. شوفوا. لعبته مع ألمانيا ومع أمريكا في المنتخب. مش فقط بثلاثية المباراة. ومش فقط لأنني لعبت معه. لكن بالنسبة لي هو واحد من الأفضل إن لم يكن الأفضل.